السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم أصدقاء تجمع العام للطيور؟ أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. بالنسبة لحلقة اليوم سوف نخصصها إن شاء الله حول الطريقة الصحيحة لإزالة تشحم الطيور. فكثيرا ما نسمع أن إزالة تشحم الطيور نقوم بجويع الطائر، وهذه طريقة خاطئة بتاتا، لأن تجويع الطائر يعني ليس بشيء جيد، وأن طائر الكناري لجميع الطيور لا يجب أن تحس بتاتا بالجوع، وأن إضافة إلى ذلك أن تجويع الطيور يؤدي إلى إدخالها في مرحلة غيار الريش، وهذا بالتالي سيفسد مجموعة من الأمور. يعني إذا كانت الطيور في مرحلة التزاوج، يعني أردنا أن نزيل الشحمة في مرحلة تزاوج الطيور، سنؤدي إلى دخولها إلى غيار الريش وستطول المدة من التزاوج. هذا من جهة. إخواني الكرام، بالنسبة لطريقة إزالة تشحم الطيور فهذه الطريقة صحيحة 100%، ويعني فعالة بالنسبة للإنسان وبالنسبة للطيور، يعني طريقة مجربة وفعالة ولا خوف منها. طريقة أخرى وهي استعمال البذور الشيا، هذه البذور المفيدة جدا للطيور. نقوم بأخذ ملعقتين من حبوب بذور الشيا ونقوم بغليها في نصف لتر من الماء. بعد غلي البذور جيدا يعني حتى يصبح لون الماء أصفر، نقوم بأخذ الماء ووضعه في الثلاجة حتى يبرد الماء جيدا، ونقوم بتقديم الماء للطائر المشحم يعني دون أن نغير أي يعني دون أن نغير يعني طريقة تقديم الأكل للطائر وماذا نقدم الأكل للطائر، يعني ترك الأمور كما هي ونقدم له بذور الشيا، نقدم له الماء الذي قمنا أن غليناه في بذور الشيا لمدة يومين، ونغير المشربية، نغير الماء الموجود بالمشربية كل يومين. نتبع هذه الطريقة لمدة 7 أيام، وإن شاء الله ستكون لك نتائج مفرحة كثيرة جدا جدا. أتمنى أن تشاركونا إعجابكم بالضغط على لايك أسفل الفيديو إذا أعجبكم الفيديو. أتمنى أن تشاركونا آراءكم واستفساراتكم، ولا تنسوا الانضمام للقناة بالضغط على زر الاشتراك أسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شاركنا الإعجاب والتعليق، وليصلك الجديد لا تنسى الاشتراك في القناة.